رابطة الأندية أيضا بتقول يمنع على أي لاعب تغيير رقم قميصه طوال الموسم. حذرت رابطة الأندية على أي لاعب تغيير رقم قميصه في الموسم 2021-22، وأكدت رابطة الأندية في اللائحة الجديدة عدم أحقية أي لاعب في تغيير القميص طوال الموسم الواحد. ومنحت الرابطة الحق للأندية في إعطاق رقم اللاعب المنتقل للاعب آخر في نفس الموسم بعد إخطار الرابطة واتحاد كرة القدم. زي ما قلت لحضراتكم، الحمد لله يعني الرابطة بتوضح كل الأمور، الحاجات اللي ما كانتش بتحصل السنة اللي فاتت أو كنا بنتكلم عنها كتير السنة اللي فاتت، السنة دي إن شاء الله تلاقوها واضحة وصريحة على الجميع. طريقة تحديد أندية أفريقيا الأربعة حال عدم اكتمال مسابقة الدوري الجديد، تمام. وضعت رابطة الأندية في لائحة الدوري الجديد عددا من البنود تحسبا لعدم اكتمال المسابقة في نسختها الجديدة بسبب كثرة ارتباطات منتخبنا. ومن بين هذه البنود البند الخاص بتحديد الأندية المصرية الأربعة التي ستشارك في النسخة بعد المقبلة في بطولات أفريقيا. وفقا للائحة، في حالة عدم اكتمال الدوري قبل نهاية الدور الأول يتم ترشيح نفس الأندية التي شاركت في النسخة السابقة. أما في حالة عدم اكتمال الدوري بعد انتهاء الدور الأول وبدء الدور الثاني يتم اختيار الأندية الأربعة الأولى في الجدول بعد آخر مباراة تم لعبها لجميع الأندية المشاركة في المسابقة، عشان تبقى كل الأندية على نور. عندك مشكلة دلوقتي أو لا قدر الله حصل أي حاجة في الدوري، تبقى عارف إن لو انتهت في الدور الأول يبقى الأربع فرق اللي هتلعب مع أو اللي لعبت في بطولات أفريقية السنة دي هي اللي هتلعب في الموسم القادم. في نهاية الدور الثاني أو في الدور الثاني وبعد نهاية الدور الأول يبقى الأربع أندية على آخر مباراة لعبت إيه اللي هيحصل زي ما حصل السنة اللي فاتت.